حلقتنا اليوم متواجد في مهرجان البصر ما شاء الله. الآن له 13 يوم مهرجان البصر شغال، 13 يوم الآن شغال، والآن أنا متواجد فيه. طبعا يا جماعة الخير، الآن معي المدير التنفيذي لهذا المهرجان الأستاذ أحمد اليحيى، مدير هذا المهرجان، مهرجان البصر. حياك الله أخوي بدر السلمي، شرفتنا أخوي. أنت بدر بالبداية أنت إعلامي مميز، الله يعطيك العافية على حضورك، وأنت داعم للمنطقة عموما وللبصر خاصة، الله يسعدك ويخليك. الحمد لله انطلق مهرجان صيف البصر من 13 يوم تقريبا، والحمد لله المهرجان هذه السنة فيه اختلاف جذر من ناحية تنوع الألعاب الكهربائية، وأيضا بعض الديكورات الجمالية والكافيهات والأسر المنتجة والتسوق وعربات الفود تراك ومسرح الطفل. والحمد لله حظي المهرجان بالإقبال العديد من الزوار من جميع مناطق المملكة وأيضا من دول